نحن عالم مسالمين، نحن بالنهاية إنسان بيتنفس. مرحبا واضح، اسمي ريموندا شمعون، عمري 31 سنة، لبنانية وعايشة بلبنان. درست فيجوال ارتس واشتغلت بمهنتي، كنت لست سنين مدرسة فان فيجوال ارتس ايديوكيتور. فجأة بليلة ما فيها ضوء قمر بلاقي حالي بلا شغل وبلا معاش، والاحباط ما في له محل ابدا بحياتي، لازم قبل ما نقشط نو. انا دغري بس شلوني من شغلي قلت لازم اطلع على الشيء الايجابي اللي صار من ورا هيدا الموضوع. اعطوني تعويض الكامل اللي هو بابق كان يسوى شيء بوقتها، خاصه مع مشاكل الليره والدولار اللي صارت بلبنان. قلت بدل ما اصرفهم هول على الاكل والشرب وراح يروحوا، لازم استثمر فيهم وطور فكرتي اللي هي شغلي اللي اصلا كان شغفي الاساسي. استثمرت كل مدخراتي وسخرت كل طاقاتي لحتى اطور فكرة شلاما كولتشر. شلاما معناتها سلام باللغة الاشورية، نحنا بس بدنا نسلم على بعضنا بنقول شلاما. حبيت من خلال هيدا الكولكشن وصل رسالة سلام انه نحنا بعدنا هون. مظبوط نحنا تهجرنا، بس البلد والوطن بيبقى بالقلب، يبقى وين نحنا فينا نخلق وطننا وين نحنا. وبلشت الفكرة بتيشيرتات بشنط بماجات بقطنيات أو بأكسسوارات. بلشت من ديزاين واحد اللي هو اسمه شلاما ومكتوب عليها ورا We are a nation of immigrants. بدي العالم تحكي مع بعضها، يعني إذا شاف حدا لابس تيشيرت شلاما ينقزه ويقول له يي أنت أشوري، أو يقول له شو يعني شلاما، أنا هون بكون خلقت حوار حضارات. نالت عجاب في الغير أشورية، وأنا هيدا اللي صدمني صراحة، بل الدعم من غير الأشورية أكتر من الأشورية بحد ذاتهم، لأنه في عالم هي منفتحة على الحضارات وذهنيا أكتر من غيرها، وهيدا الشيء اللي حبيته. الأشورية اللي من جيلة واللي هن بيفكروا مثلي كتير حبوا الفكرة اللي ناجي من الموضوع. الشباب والصبايا اللي انصرفوا من عملهم، اللي عم بيواجهوا صعوبات معيشيه او بحياتهم الشخصيه، بقول لهم ما تستسلموا. اذا عندكم فكره حتى لو ما كان حدا مآمن فيها، حتى لو ما انتم شخصيا كنتم مآمنين فيها، اعملوها مثل ورقه بيضاء خرطوا عليها، ما عجبتكم بتخزقوها وبتكبوها، اذا عجبتكم بتكملوا الشغل عليها، شوي وشوي بتوصلوا للي بدكم اياه اذا الله راد. انا كتير نحن عالم مسالمين، نحن بالنهاية إنسان بيتنفس، ما لازم أبدا نخلي الأحباط يكلنا، لأنه الدنيا ماشية فينا وبلانا. ميرسي كتير كتير وشلاما.